زي ما وعدناكو انه النجم هاني شاكر حيكون معانا في مداخله. الو الو يا وائل، ازيك يا حبيبي؟ ازيك الاخبار؟ ربنا ما يحرمني منك، انا كويس الحمد لله طول ما انتوا كويسين ومال كده كالعاده. انت ومنا يا رب على طول. بنرحب بيك جدا والف الف مبروك على النجاح بتاع الفكره الجديده. اتنين فيديو كليبس في كليب واحد، لما الفكره اتعرضت على حضرتك كان رد فعلك ايه؟ والله انا يعني عايز اقول لك قبلت فورا، يعني حتى وبتول بتحكي لي الفكره اديتها ردي في ساعتها، قلت لها طبعا يا ريت. ما فكرتش يعني خالص والله يا وائل خالص. يعني لان الفكره جديده جدا، وبعدين انت بتتعامل مع بتول وطبعا حبيبتي الكل الفنانه الكبيره كارول سماحه. يعني الفكره ناجحه من قبل ما تتنفذ بدون تردد، ولا قلت لها طب اديني فرصه افكر وارد عليكي، قلت لها لا فورا طبعا يا ريت نقعد مع بعض، انت ظبطي بس شوفي الفكره دي هتتم ازاي وتتعمل ازاي وكلميني. وكنت فرحان بيها جدا جدا والله يا وائل جدا. ما بتخافش من التجارب الجديده دي الافكار المجنونه دي؟ والله خالص يا وائل، بالعكس ده هي الافكار الغريبه المجنونه دي هي دي اللي فعلا عايز اقول لك ايه، بتعمل يعني رد فعل ايجابي جدا مع الناس طالما العمل حلو. يعني طالما العمل حلو والنجوم على اعلى مستوى فنيا سواء دراميا او غنائيا، فلا طبعا، فانت بتتوقع انه الحاجه الحلوه الجديده المختلفه بيبقى الناس بصلها اكتر. طبعا يعني تعمل حاجه خارج الصندوق بصراحه. بالظبط. يعني لا حصلت لا في مصر ولا في العالم العربي ولا في العالم كله بيتهيألي. مظبوط صح. كبار يشتركوا في عمل درامي، كل واحد يغني غنوته للاخر وكانها حدوته بيت مصري او بيت عربي. العتاب من هنا والعتاب من هنا، كل واحد من وجهه نظره. طيب انا احنا دعبسنا كده في الكومنتس على اليوتيوب ودعبسنا على الكومنتس بتاعت الناس، ناس كتيره من احنا نتكلم دراميا، في ناس كتير ياه هاني وحشنا في التمثيل. يا حبيبي والله انا عايز اقول لك يا وائل بجد، انا ناس كتير كمان كلمتني وبعتت لي انه يعني هم انا بقالي فتره طبعا دراميا ما عملتش اي عمل، فقالوا لي لا ده انت لازم يعني وانا اتمنى والله بيني وبينك يعني انا لو في مسلسل، لان السينما صعب يعني. السينما انا شايف انها راحه في حته، ربنا يجيبها لنا تاني يا رب. يا رب. بس والله احنا متفائلين حته صعبه. احنا متفائلين، كان لسه في ديو بين حضرتك واحمد سعد ودلوقتي ديو تاني، فانا حاسه ان هنشوف حضرتك في مسلسل قريب. يا رب والله يا منى، انا بتمنى بجد، لانه زي ما بقول لك انا فعلا انطباع الناس كمان على المشاهد الدراميه اللي عملتها مع كارول يعني مبسوطين بيها جدا ومصدقينها جدا وحاسينها جدا. يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا يعني احفادي مثلا هم كانوا معايا كل سنه وهم طيبين، عارفه انه عيد ميلادهم كان من يومين صح، مجدي ومليكة. وانت طيبه حبيبتي ووائل حبيبي طيب، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. عيد ميلادهم 22 كان، فهم كانوا معايا في التصوير. عايز اقول لك الاثنين يعني حتى وانا بصور عينهم دمعت وهم شايفيني، يعني قد كده انت واصل حتى للاطفال. طبعا يعني انا دي ده كان مؤشر بالنسبه لي، انا قلت لا الحمد لله على قد ما انا يعني ركزت قوي ان انا فعلا اعمل اللي عايزاه بتول بالحرف الواحد في كل المشاهد. يعني لقيت استجابه مش بس من الكبار حتى من الاطفال، يعني وهم حتى بيتفرجوا على الغنوة تلاقي عينيهم بتدمع يعني صعبانين قوي. هو يا كارول بتعمل فيك كده طيب يا حبايبي ده تمثيل، ده تمثيل اقسم بالله. طيب اقسم بالله. عايز اسالك، نرجع تاني لموضوع السينما، السينما رايحه في حته مش مؤدبه؟ لا مش مؤدبه خالص. عسل يا وائل والله العظيم، لا مش مؤدبه خالص. دي راحة في حتة ما يعلم بها الا ربنا، بقول هجيبها ازاي تاني؟ يعني بعد ما حد يجيبها بقى ولا ايه؟